إذا للحديث عن مقترح مقتدى الصدر للإطار التنسيقي بمناظرة على الهواء مباشرة وانعكاس الصراع السياسي على طبقات مجتمعية في العراق، ينضم إلينا عبر الهاتف من اسطنبول الباحث في الشأن العراقي شاهو القرداغي. أستاذ شاهو، مرحبا بكم. يعني ما هي غاية وهدف مقتدى الصدر من هذه الدعوة للإطار التنسيقي لمناظرة علنية؟ هل تمثل هذه الدعوة ربما إحراجا للفرقاء السياسيين أستاذ شاهو؟ مرحبا وتحياتي لكم وللمشاهدين الكرام. حقيقة مقتدى الصدر يبدو أنه من خلال هذه الدعوات وإصراره على مطالبه يريد أن يصعد أكثر ويرفع سقف دعواته، وخاصة مع استغلال الوضع السياسي أو التشرذم أو الضعف الذي يعاني منه الإطار التنسيقي. وأيضا رأينا حجم ضعف أو عدم قدرة الإطار على تحشيد الشارع كما يفعل مقتدى الصدر. اليوم هذه الشروط مقتدى الصدر يحاول أن يصل إلى الذروة، يعني يحاول أن يصل إلى أعلى حد لفرض شروطه على الأطراف السياسية الأخرى، وبالتالي يبحث أيضا كما قال مراقبون أو كما قال مقربون من التيار الصدري أنه يبحث عن كفيل، يعني بمعنى أنه هناك أزمة ثقة داخل الأطراف السياسية الشيعية، وهذه الأزمة تؤدي إلى بقاء الانسداد وعدم الوصول إلى معالجات سريعة. وبالتالي مقتدى الصدري يؤدي رسالة واضحة بأنه سابقا يعني كان عنده ملاحظات على المالكي وعلى الخزعلي، الان لا، لديه ملاحظات ايضا على اداء العامري، ويبحث عن كفيل ويضمن تعهدات العامري مستقبلا، وبالتالي هو يريد ان يحرج الاطار اكثر وايضا يكشفهم امام الجمهور وخاصه العراقي، وايضا بنوع يعني بشكل اخص الجمهور الشيعي، بان هذه الاطراف لا تلتزم بتعهداتها، ويريد أن يحمل هذا الطرف طبعا هذا الأمر، يعني يكون بطريقة ممنهجة تحميل هذا الطرف مسؤولية كل المشاكل التي كان يعاني منها العراق إلى اليوم الحالي. أستاذ شاهو، مقتدى الصدر يعني ربما تحدث أكثر من مرة عن محاولات أو إمكانية اغتياله، إلى أي مدى يمثل هذا التصريح يعني خلفيات عن دموية الصراع بين شركاء العملية السياسية، أو هناك رغبة جامحة للجوء إلى السلاح لكي يحسموا هذا الصراع؟ طبعا دائما عندما يمتلك الطرف السياسي أو يمتلك الحزب ذراع مسلح، فهذا يعني استخدام هذا السلاح لتصفية الخلافات والخصومات السياسية وعدم الامتثال للأدوات الديمقراطية التي هي أصلا غائبة في العراق. المشكلة الديمقراطية غير مفعلة، يعني ديمقراطية هشة، والأطراف السياسية كما قال نوري المالكي التسريب، حتى يعني الذي كان رئيسا للوزراء 8 سنوات وهو الذي اشرف على القوات الامنيه يقول انا لا اؤمن بالقوات الامنيه، وبالتالي يريد ان ينشئ ميليشيات ويريد ان ينشئ فصائل جديده على الساحه العراقيه. هذا يعني انه امكانيه اللجوء الى هذا السلاح لتصفيه الحسابات وارد جدا، ولذلك هناك تحذيرات من تصادم مسلح، لان طرف التيار وطرف الإطار كلاهما لديهما يمتلكان السلاح. وايضا في التسريب راينا تلميح واضح من خلال المالكي باغتيال او استهداف شخصيه مقتدى الصدر لانهاء هذا الانسداد الموجود، وبالتالي اذا حصل هذا الامر فان الطرف الاخر ايضا سيلجا الى الشارع، لانه لا يوجد قضاء محايد مستقل، لا يوجد اجهزه امنيه قادره على ضبط هذا السلاح، وهذا يؤدي باخذ او ادخال البلاد الى صراع دموي جديد. للاسف الاطراف السياسيه تركيزها على السلاح وتركيزها على امتلاك السلاح والتلويح باستخدامه، كما نرى اليوم كتائب حزب الله لوحت بضبط الشارع او اتخاذ اجراءات ميدانيه، يعني هذا الامر ايضا كان خطير ومؤشر واضح على ذهاب الاحداث الى التصعيد في حال لم يحصل يعني توافق فيما بينهم خلال المرحله القادمه. طيب استاذ شاهو، في هذا المقام كيف تقيمون حتى الآن دور الأمم المتحدة بهذا الصراع القائم؟ يعني على سبيل المثال، لماذا يجري تجاهل مطالب الشارع العراقي الأولى وهي بإسقاط النظام، إجراء انتخابات بإشراف أممي ودولي، أيضا عدم ترشح وجوه جديدة للعملية السياسية؟ هل تعتقد أن هذه الإجراءات ربما تمثل حل الأزمة القائمة وبالتالي نهاية الفساد في العراق؟
طبعا هناك ازدواجية من قبل الأمم المتحدة وخاصة خطوات الأصغر التي هي في آخر يعني حديث لها عندما قامت بتقديم تقرير كامل عن أحداث في العراق، قالت أن أصحاب السلاح هم يسيطرون على الوضع وانتقدت الوضع السياسي، ولكن ما لزمت دورها فورا يتحول إلى دور الوسيط أو تحاول أن تحافظ على المنظومة الحالية وتحافظ على التوافق وتزور جميع الأطراف السياسية حتى تقنعهم على الإبقاء على هذا الوضع السياسي. هذا الأمر يخالف دعوات الأمم المتحدة للتغيير والدعم المطالب الشعبية، لذلك هذا التناقض موجود ونشعر به ويؤسس لترسيخ هذا النظام الحالي، يعني لا تغييرات جوهرية أو جذرية ولا استجابة لمطالب المتظاهرين. نحن نرى اليوم إلى الآن لم يتم الاستجابة لمطالب المواطنين التي تطالب بتغيير المنظومة بالكامل وتغييرات جذرية وخاصة إبعاد الوجوه المتورطة بالفساد. الآن لديك ملف التسريبات، لديك تهديدات كتائب حزب الله، إلى الآن القضاء لم يتحرك للتعامل مع هذه الملفات. هذا يعني أن المنظومة كاملا يعني السلطة التنفيذية التشريعية القضائية بحاجة إلى تغيير، ولا يمكن من خلال هذه الترقيعات أن نصل إلى نتيجة أو تغيير فعلي على أرض الواقع. من اسطنبول الباحث في الشأن العراقي شاهو القرداغي، شكرا جزيلا لكم.